احنا شرفنا على الانتهاء يمكن من عام 2014 والدخول بعام جديد 2015. بالمجمل يبدو بانه بورصة مصر هي الرابحة الاكثر مقارنة بالاسواق الخليجية العربية في المنطقة. عام 2014 يعتبر جيد مقارنة بعام 2013. بتقييمك للعام ككل، ما هي اهم يعني الانجازات التي تمت بالسوق المصري خلال هذا العام وما هو اسواها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما حضرتك اشرتي، طبعا السوق المصري مع نهاية العام واحنا بنقترب مع نهاية العام يعد من افضل الاسواق اداء في المنطقة، لكن من حوالي 3 او 4 شهور بس طبعا ما كانش هو الافضل، كان سوق دبي هو الاعلى اداء، لكن طبعا بعد التراجعات الاخيرة دي اصبح السوق المصري، لانه هو اقل سوق تراجع خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا حوالي 11%، وبالتالي هو المحافظ على جزء كبير من مكاسبه، واللي مع اغلاق اليوم بتقارب تقريبا حوالي 29% من بدايه العام اللي بدا عنده مؤشر اي جي اكس 30 حول ال 6770 نقطه. كانت وصلت هذه المكاسب الى 46% لما وصل المؤشر الى اعلى مستوى عند 9835 نقطه، لكن طبعا بعد التراجعات تقلصت نسبة المكاسب. أما عن الأحداث، طبعا الأحداث كانت عديدة، أهمها من وجهة نظري هو الحدث الأهم هو موضوع قناة السويس ومشروع المليون وحدة اللي كان أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير إيجابي جدا على السوق خلال العام 2014، بالإضافة إلى قانون عدم جواز الطعن على العقود إلا من خلال طرفي التعاقد اللي كنا زمان قوي في 2011 من بعد الثورة مباشرة ندينا به للقضاء على فوضى الدعاوى القضائية. ده برضو كان من إنجازات خاصة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ثم استكملته بعد كده حكومة المهندس إبراهيم محلب، وده كان من أهم الإنجازات اللي حصلت. طبعا فيما يتعلق بالسوق، أسوأ الأحداث اللي حصلت هي مسألة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، واللي تقريبا يعني من يوم فرضها والسوق إلى حد ما مش واضح المعالم، صحيح ارتفع بعدها وصل إلى 9800، لكن لو نذكر هنلاقي أن معظم الأسهم لم تشارك في هذا الارتفاع، وأن الارتفاع اقتصر فقط على بعض الأسهم المحدودة، خاصة الأسهم مؤشر إي جي إكس 30، بالذات سهم البنك التجاري الدولي هو اللي وصل المؤشر إلى أعلى مستوى خلال العام عن 9800، في ظل أن بقية الأسهم كلها طبعا تأثرت بشكل سلبي. طيب لا ننسى أيضا التصنيفات الائتمانية يمكن أستاذ إيهاب، وخصوصا بالفترة الأخيرة كمان دفعت يمكن البورصة المصرية للارتفاعات. اليوم هناك أيضا ربما ترقب من عدد من المصارف المصرية لعملية رفع تصنيفاتها الائتمانية بعد التصنيف الائتماني لمصر. برأيك يعني إلى أي مدى سيكون تأثير رفع التصنيف لبعض البنوك انعكاس على السوق خلال هذه الفترة، وقدر رح يكون في أيضا يعني تقليص يمكن لتكلفة التعامل مع البنوك العالمية بعد رفع التصنيفات؟ هي دي الأهم، يعني هي الأهم هو مش تصنيف رفع تصنيف البنوك، ده أمر بيحصل تباعا بعد على طول تعديل التصنيف للدولة، زي ما شفنا قبل كده في خفض التصنيفات اللي حصل خلال العامين الماضيين كان بيتبعه على طول إجراء يعتبر يعني إجراء طبيعي وبيحصل دايما، أن البنوك العاملة في هذه الدولة لا يجوز أن هي تكون تصنيفها أعلى من تصنيف الدولة. فالحدث هنا يعني أهميته بتكمن في أن هو رفع التصنيف الائتماني لمصر وتعديل النظرة إلى نظرة مستقرة أو الإبقاء عليها نظرة مستقرة، على اعتبار أنه كان في التعديل الماضي كان برضو النظرة مستقرة زي عكس ما كانت سلبية خلال الفترة اللي فاتت. مفيش شك زي ما حضرتك أشرتي طبعا ده هيؤدي إلى خفض تكلفة التمويل بالنسبة للحكومة، وإن كان طبعا مسألة العجز هنا هيكون فيها تغير شوية خلال العام القادم، خاصة إذا ما استمر الانخفاض في أسعار البترول، وزي ما شفنا تصريح وزير البترول كان قال ان استمرار الانخفاض في اسعار البترول بهذا الشكل هيؤدي الى تراجع العجز بحدود 30% اللي هو الخاص بدعم الطاقه، وبالتالي هنا الاقتراض هيبقى موجود طبعا ما فيش شك، لكنه اعتقد انه هيقل شويه مما قد يضع ضغوط على اسعار الفايده، وده يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا توقعناها في
توقعات عام 2015، وبالتالي ممكن يكون في احتمالية لخفض أسعار الفايدة بشكل عام في خلال العام القادم، ومن ثم هيعود ده طبعا بأثر إيجابي كبير جدا على مناخ الاستثمار بشكل عام أو على أداء البورصة بشكل خاص. طيب يعني يمكن الانتعاش الاقتصاد لم يصل إلى النسبة المطلوبة رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن أستاذ إيهاب، لكن أيضا رأينا تكلفة التأمين على المخاطر CDS كان أيضا عليها تراجع وانخفاض، الآن نتحدث عن 2.5% على تكلفة هذه المخاطر مقابل 6%. كيف برأيك يعني سيكون أيضا لها دور يمكن بعملية تنشيط الاقتصاد انعكاسها على المؤسسات بشكل خاص؟ يعني لو حضرتك بصيتي حتى في التقارير اللي صدرت مؤخرا واللي ظهر فيها تحسن التصنيف الائتماني، بيرجع في الاساس الى مساله الاستقرار السياسي والاستقرار الامني، وهو ده اللي كان معلي المخاطر بما لا يدع مجالا للشك. وبالتالي مع استقرار الدوله اقتصاديا وسياسيا طبعا في المقام الاول، ده بيعود فيما بعد بالايجاب على اداء الاستقرار الامني اللي بيعود برضه بدوره على الاستقرار الاقتصادي. فما فيش شك طبعا النظره لمصر بشكل عام خلال عام 2012 وبدايات 2013 مختلفة تماما عما هي عليه الآن، بدليل ان معظم المؤسسات وحتى صندوق النقد الدولي كان يعني اشاد بخطه الاصلاح الاقتصادي اللي قامت بها الحكومه. ولو نذكر برضه هنلاقي ان المستثمرين الاجانب خلال العام الماضي، صحيح الاثار الايجابيه على الاقتصاد بشكل عام ممكن تتاخر شويه، ده امر طبيعي، لكن البورصه مثلا باعتبارها سابقه لحاله الاقتصاد، لو شفنا تعاملات الاجانب في عام 2014 هنلاقي تغير شبه جذري. بعد ما كان السلوك بيعي واضح من 2011 إلى 2013 مع تراجع كبير جدا في نسبة تعاملاتهم من قيم التعاملات الكلية، وصلت في بعض الجلسات في 2013 إلى 3% فقط من قيم التعاملات اليومية، بنشوفها السنة دي بعد خطة الحكومة بتوصل ل 25% في بعض الجلسات، مع ملاحظة ارتفاع قيم التعاملات لحوالي 140% مما كانت عليه في 2013. طيب التعديلات اللي قامت بها الرقابة المالية أستاذ إيهاب بالأمس فيما يخص عمليات القيد بالبورصة الخاصة بالسندات القابلة للتحويل، وأيضا كان منها النسبة تعديل النسبة المطلوبة للاحتفاظ بها عند الطرح بالنسبة للمساهمين الرئيسيين، تم تخفيضها من نسبة 65% إلى 51%. يعني عملية التوقيت برأيك لمثل هذه الإجراءات إلى أي مدى هي مهمة مع نهاية العام حتى نبدأ عام جديد بالنسبة للبورصة المصرية؟ إلى أي مدى ستكون مشجعة أيضا بالنسبة للاستثمارات وعملية سيولة ربما بالسوق؟ ده يعني بيدفعنا ان احنا نقول برضو ان من اهم ايجابيات عام 2014 هو مش عايز اقول رئيس الهيئة تحديدا، ولكن الاجراءات العديدة اللي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مع البورصة المصرية في ما يتعلق بإعادة التعديلات اجراءات القيد، وكذلك في بعض الاجراءات الاخرى، مفيش شك ان دي من ابرز الايجابيات اللي ظهرت في 2014، خاصه انها كانت بتحصل بسرعه شديده، مش ما بقيناش نشوف التباطؤ اللي كان موجود فيما سبق، وتحديدا من بعد ثوره 2011، وكان يعني البعض بيرجع ده الى مساله يعني التخوفات وعدم القدره على اتخاذ القرار واللي كانوا بيسموها ظاهره الايادي المرتعشه. لكن الحقيقة الأمر تختلف تماما من بعد رئاسة الأستاذ شريف سامي لهيئة الرقابة المالية، وبدأ يبقى فيه إجراءات مختلفة تماما، من ضمنها طبعا هذه التعديلات اللي أعتقد أنها في النهاية حتصب في صالح السوق، وإن كان يعني بعضها مختص بمسألة التمويل متناهي الصغر، مش متعلقة قوي بسوق الأسهم، لكن هناك العديد من القرارات اللي تم اتخاذها فيما يتعلق بقواعد القيد على مدار العام، طبعا ما فيش شك هيكون لها آثار إيجابية كبيرة جدا على الأجل المتوسط والطويل. شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، كنت معي من القاهرة.